فيو اللي هو نورما فيرتيكالز. نورما فيرتيكالز دي اللي هي السوبيريور اسبكت اوف سكال، هنتفرج على السكال من كل الاتجاهات. اول اتجاه هنتفرج عليه هو سوبيريور اسبكت اللي بيسموه نورما فيرتيكالز. اول حاجه عرفها مين البون اللي عامل النورما فيرتيكالز، اللي بيشارك في النورما فيرتيكالز، فرونتال بون دي العظمه الاماميه، اوكسيبيتال بون هيبان برضه في الصوره من فوق، اوكسيبيتال بون جزء منها العظمه اللي في مؤخره السكال، اثنين بارايتال بون اللي هو العظم الجداري للسكال، فرونتال اوكسيبيتال اثنين بارايتال. تاني حاجه هنشوفها في النورما فيرتيكالز اللي هي السوتشرز اللي هي المفاصل اللي ما بين البون، اول مفصل اللي بنسميه ساجيتال سوتشر، ساجيتال سوتشر ما بين الاثنين بارايتال بون. السوتشر الثاني كورونال سوتشر اللي بالعرض بيبقى ما بين الفرونتال بون قدامه والاثنين بارايتال بون وراه. السوتشر الثالث اللي هنشوفه هنشوف لامدويد سوتشر، لامدويد سوتشر ده اللي بيبقى ما بين الاوكسيبيتال بون وراه والاثنين بارايتال بون قدامه. بعد ما شفنا البون اللي عامله شفنا السوتشرز، نشوف الفيتشرز الصفات اللي هنشوفها على النورما فيرتيكالز. نمرة واحد بريجما، نقطة اسمها بريجما ودي بوينت اوف ميتنج بتاع الساجيتال سوتشر مع الكورونا سوتشر، النقطة دي اسمها بريجما. دي طبعا كان زمان أول ما العيل اتولد ما كانتش العظم مقفولة على بعض بالمنظر ده، ولكن كان في هنا الممبرين الغشاء اللي بيسموه انتيريور فونتانيلو. بعد كده مع مرور الوقت بص تلاقي البون كله حصل له اوسيفيكيشن، الممبرين حصل له اوسيفيكيشن والبون قابل بعضه عند البريجما. تاني بوينت هنشوفها لامدا، اللامدا دي بوينت اوف ميتنج اوف ساجيتال سوتشر، التقاء الساجيتال سوتشر مع اللامدويد سوتشر. البوينت اللي هي اللامدا زمان برضو اول ما عيل اتولد ما كانش البون مقابل بعضه عند اللامدا، كان في المكان ده ريبليست بالممبرين اللي بيسموه بوستيريور فونتانيل، ومع مرور الوقت الممبرين يحصل له اوسيفيكيشن من كل الاتجاهات عشان تتكون النقطه اللي اسمها لامدا. دول اول فيتشر هنشوفها هما تو بوينتس. تاني فيتشر هنشوفها والاثنين دول بياخدوا بارايتال، مصطلح بارايتال اول حاجه اللي هو اثنين بارايتال امننس، ده اسمه بارايتال امننس للبارايتال بوندي، وده بارايتال امننس حته عاليه. ايه بقى فكره البارايتال امننس؟ كان بنقول ان البارايتال بون كونفكس محدبه بس مش ميه واحده، اكتر مكان فيه تحديبه للبارايتال بون اللي هو الماكسيمم كونفكسيتي ده اللي بنسميه البارايتال امننس، وده المكان اللي كان زمان والعيل بيتكون في الامبريولوجي كان البارايتال بون دي اصلا عباره عن ممبرين غشاء، والغشاء ده بيحصل له بعد كده اوسيفيكيشن تعظم، فواجب ان يبقى موجود فيه سنتر للاوسيفيكيشن، اوسيفيكيشن سنتر اللي هينشر العظم خلال الممبرين، او المكان بتاع الاوسيفيكيشن سنتر ده هو ده المكان اللي بعد كده بقى اسمه بارايتال امننس. يبقى اول حاجه بارايتال هنشوفها دول بارايتال امننسز. تاني حاجة برايتر هنشوفها بس مش باينة قوي على السكال ديت، هنشوف فتحات اسمها برايتر فورامينا، ادي برايتر فورامين وادي برايتر فورامين. طبعا الفورامينا دي بيعدي منها الميشري فينز اللي توصل الفينز بتاعت الاسكال لفينز اللي حوالين البرين. دكتور دي اسمها برايتر فورامين ودي برايتر فورامين اللي بيعدي منهم برايتر الميشري فينز، ادي اللي المفروض نشوفه في النورما فيرتيكالز. Thank you.